دائما يقولون في الحبس في مظاليم، واحنا دائما نقول ايه في الافلام المصريه بس، بس اعتقد البحرين اثبتت عكس ذلك، فان فعلا حبوسنا ولا السجون مليئه بالمظاليم، ومنهم الرموز، الاطباء، الكوادر الطبيه، المعلمين، الرياضيين، بس يعني سم بلا عدد يعني، والحمد لله. طبعا احنا الشكر موصول اليوم باسم لجنه انا حر وباسم جمعيه التمريض البحرينيه لمنظمي هاي الوقفة. أنا أعتقد هاي الوقفات نحتاجها، جت فترة كنا نسوي هذه الوقفات في محلات مختلفة ووقفنا، وأعتقد أن الأوان نحن نرجع نوقف في بيوت الرموز وبيوت السجناء كلها واحد ورا الثاني، فبيكون شيء جميل نحن نسويه خاصة في شهر رمضان جاي. أعتقد لازم نفكر في هذا التفكير. الشكر طبعا موصول لكل المنظمات الحقوقية اللي هي تتواصل مع البحرين، مع وضع البحرين ومع قضية البحرين، ولا نتعب لأن نحتاج أن احنا نتواصل ويا المنظمات الحقوقية ونواصل المناشدة لإطلاق سراح معتقلي الضمير في البحرين. هناك اعتداءات متواصلة على السجناء في مملكة البحرين، منها الأطفال، وإحنا سمعنا من قبل كم من يوم العنبر وحلق الشعر وحلق الشنب، خاصة هذين الأطفال اللي ما ليهم مساكين لا قوة ولا ظهر، هم اللي قاعدين يتعذبون بطريقة مختلفة. وبعدين يجينا الرموز، رموزنا أخس شيء قاعدين يسوونه لهم هو عدم العلاج، رجال كبار في السن، منهم الأستاذ عبد الوهاب حسين، أستاذ المناضل إبراهيم شريف، حسن مشامح، عبد الوهاب الخواجة، ما أبغى أنسى ولا أبخس في حق السنجيس، عبد الدكتور عبد الجليل السنجيس، فما أبغى أبخس في حق أي أحد، هم كبار في السن، ولما نكبر في السن أمراضنا تزيد، وأنا أشوف أن هذا موضوع يجب الالتفات له لفتة مهمة من الجميع، من جميع الحقوقيين، لأن هذا حق من حقوقهم. في يوم ما وقفنا في هذا المكان في هذا المجلس لما قاموا بالأضراب أستاذ عبد الوهاب حسين وحسن مشيمع في 2007 إذا أنا مو غلطانة، وجينا وكانوا في صيام متكامل، فكان أول مرة أدخل هذا البيت، وأنا أمل نحن ندخل هذا البيت مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة، لأن هذا صار أصبح بيت الشعب وليس بيت الأستاذ عبد الوهاب حسين فقط. صحيح أن نحن نختلف في الآراء كلنا كبحرينيين، سواء كنا في الخارج أو كنا في الداخل، لنا أفكار معينة وطرق معينة وسبل مختلفة في إدلاء براينا والكلام براينا، ولكن للأسف الشديد العقاب واحد لنا كلنا بدون استثناء، اللي يتكلم بالحقيقة وبالواقع يتم زجه في السجن ويتم تعذيبه حالة حال شيخ المحفوظ، هشام الصباغ، ناجي فتيل الحقوقيين، فكلهم تكلموا برأيهم ولذلك تم الزج بهم في السجن. أستاذ عبد الوهاب حسين والرموز يعانون من أمراض مختلفة نظراً لكبر السن ونظراً للوضع السيء اللي موجود فيهم في السجون، ولكن هناك مبادئ أساسية في أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر 1995 وهي عن حقوق السجناء في السجن. اختاريت بعض المبادئ منها اللي هما المفروض ان مملكة البحرين قد يعني وقعت على هذه الاتفاقية وتعرفها، ما بدلي بكل المبادئ كلها بس بعطيكم نقاط معينة اللي هي يعني لا الشباب ولا السجناء عندنا اللي موجودين الان في السجون. ان يعامل كل السجناء بكل احترام، عدم التمييز بينهم على اساس الدين والمذهب والرأي والسياسي، فاحنا نشوف هذا بس بروحه لو تقراها كامل تحس ان مملكة البحرين قديش في انتهاكات لهذا المبدأ بروحه. المبدأ الثاني احترام المعتقدات الدينية للفئة التي ينتمي اليها السجناء، واحنا نعرف الفئة الدينية التي ينتمي اليها سجناء البحرين في الوقت الحالي، ويتم الاعتداء عليهم بالشتم والبصق، وتكلمت وقالت اختي فريدة عنه، فهذا من الانتهاكات الاخرى لهذا المبدأ. المبدأ الثالث إلقاء عقوبة الحبس إلغاء، يطالب جمعية الأمم المتحدة مع خوان مانديز طالبوا بإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي، لأن إذا كان الحبس الانفرادي مثل ما يقول مانديز أكثر من 48 ساعة يعتبر نوع من أنواع التعذيب، فلذلك يجب إلغاء هذه العقوبة. ولكن الآن نجد أولادنا مثل علي الطويل ومثل رضا الغسرة
حسين البنا كلهم موجودين في الحبس الانفرادي، وقبل يومين لما اعتدوا على السجناء أخذوا مجموعة منهم ودخلوهم بعد حبس انفرادي، ويجب إلغاء هذه العقوبة. يعني معناتها حكومة البحرين قاعدة تنتهك المبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة. المبدأ الآخر، توفير للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد من دون تمييز على أساس وضعهم القانوني. إذا أنت عندك سجناء في السجن وحكمهم مؤبد، فأنت لابد بأن توفر لهم العلاج الكامل كأنهم عايشين برا في بيوتهم، ومن حقهم أن يستخدمون المستشفيات الموجودة واللي هو يطالب فيها. لذلك نحن كلجنة أنا حر وباسم جمعية التمريض البحرينية نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الراي، إطلاق سراح كل من تم تعذيبه لأخذ اعترافاته فيه، إطلاق سراح الأطفال. أمس وأول أمس يعتقلون طفل ويسرحون طفل، وردون يعتقلون طفل ويسرحون طفل. إطلاق سراح النساء، وأخيرا وليس آخرا الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان التي تم إقرارها من قبل الأمم المتحدة، وهو علاج السجناء للجميع. شكرا، ويعطيكم العافية.